احنا خدنا يا جماعه شابتر 3 من القطاع بيتعرض لنورمال ستريس. نورمال ستريس ده ناتج من ايه؟ ناتج من نورمال فورس وناتج من ام اكس وام واي. بالمناسبه يا جماعه ام اكس عموديه على القطاع برضه، بتضغط في جزء وبتشد في جزء، وام واي برضه عموديه عليه على القطاع. يعني سواء ام او ام اكس او ام واي كل دول قوه عموديه على القطاع. طب لو قوه مش عموديه يا جماعه موازيه بتعمل حاجه اسمها شير قص القطاع. طيب الشير ده يا جماعه بينتج على القطاع نتيجه حاجتين، نتيجه شير فورس ان القطاع عليه قوه شير فورس، ونتيجه تورشن. شابتر 4 بيتكلم على الشير فورس، وشابتر 5 ان شاء الله بيتكلم على التورشن. عشان كان في حد سال لي بقول يا باشمهندس انت بتتكلم على ام اكس وام واي، طب ام زد؟ ما ام زد دي عباره عن التورشن يا جماعه. يعني تخيل كده انت عندك ده المنشأ وده القطاع تحت في اكس وفي واي وفي ايه؟ في زد. ام اكس عموديه على القطاع، ام واي عموديه على القطاع، طب ام زد؟ موازيه للقطاع بتعمل تورشن. فالتورشن ده يا جماعه في شابتر 5 هناخده اللي هو بيسبب شير ستريس. والشير فورس في شابتر 4 بتسبب برضه ايه؟ شير ستريس. عشان عمال في شابتر 5 اقول لك شير ستريس تقول لي هو الشير بتاع دي ولا بتاع دي؟ بتاع الاثنين. ناتج من شير فورس وناتج من ايه؟ من تورشن. بس في شابتر 4 هندرسه نتيجة الشير فورس، وفي شابتر 5 هندرسه نتيجة الايه؟ التورشن. شابتر 6 بقى هندرس كل دول. تمام؟ يعني القطاع عليه نورمال وعليه ميكس وعليه ام واي وعليه ام زد اللي هو اللي تورشن، وعليه شير في اتجاه اكس وعليه شير في اتجاه واي، بتولد عليه شير ستريس ونورمال ستريس. هواي مش هنقول حاجه جديده، بس طبعا ايه؟ هنعمل فكوكيله كده. واضح؟ طيب هتخيل مع بعض يا جماعه ان ده القطاع عليه شير فورس. طيب يا جماعه نتيجه تعرض شير فورس بتولد عليه ايه؟ شير ستريس. شير ستريس برضه زيرو رمز تاو. التاو دي بتساوي ايه؟ بتساوي كيو في اس اكس على الاي اكس في البي. حيث التاو ده يا جماعه الشير ستريس، والكيو دي اللي هي الشير فورس. الاس اكس يا جماعه خدناها في الشطر الاولاني لو تفتكر، ساعه قلت اللي هي مش عليها مسائل بس ممكن نحتاجها في الشطر الرابع. اس اكس دي العزم الاول بتاع المساحه، انا عندي المساحه في مسافتها على السنترويد. يعني لو انا عندي يا جماعه محور اكس اهو وعندي مساحه اهي، يبقى المساحه دي وبعد مركزها على محور ايه؟ اكس. بمجموع الاريا في ايه؟ اي اكس طبعا الانرشيا بيد عرض القطاع. القطاع يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي هو ده البي ده. طبعا البي متغير، كان كبير هنا بدا ايه؟ بدا ايه؟ الكلام ده يا جماعه لو الكيو بتاع الكيو واي. طب نفترض طبيعي دايما بتاع الدكتور مجدي هو بيحب دايما يشتغل على حاجه عكسه. لو انا عندي القطاع ده كده قال لك ان الشير فورس ده مش في اتجاه واي، في اتجاه اكس. يبقى التو في الحاله دي بتساوي كام يا جماعه؟ كيو في اس واي على الاي واي في البي. في الحاله دي يا جماعه هتعامل مع المحور ده، والبي في الحاله دي هتبقى دي او دي طبعا. لو دايما البي يا جماعه العرض العمودي على الشير. لو شير فورس في اتجاه واي يبقى البي في اتجاه اكس. طب لو شير فورس في اتجاه اكس يبقى البي في اتجاه مين؟ معايا؟ واضح شمسين؟ يبقى ده كده يا جماعه القانون العام بتاع الشير ايه؟ بتاع الشير ستريس. طيب واحده واحده كده يا جماعه المسائل بتيجي على المسائل دي ازاي؟ مبدئيا اللعب بيكون في حاجتين، في قيمه الكيو وشكل القطاع. قيمه الكيو وشكل ايه؟ القطاع. ما هو شكل القطاع يا جماعه بيتحكم في الاس اكس، بيتحكم في الواي اكس، بيتحكم في مين كمان؟ في البي. وقيمه الكيو بقى يا جماعه بتبقى لعبه بقى ازاي؟ الكيو دي يا باشمهندسين بتبقى حاجه من ثلاثه.
يا اما يديها جبن يقول لك على طول الاكسام بيشيل الستريس نتيجة الكيوب كذا. طبعا ده في المشمش معايا. طيب يا اما يقول لك ايه؟ احسب قيمة الكيو عند قطاع محدد. طبعا ممكن يعملها معاك زي ما عمل في الميد تيرم كده، يجيب لك منشأ غريب وراح جايب من دي القطاع ويقول لك احسب الشيل عنه. يعني ايه؟ طبعا ده مش منشأ غريب، فاهم؟ عندي بي بالشكل ده كده عليها حمل قيمته بي، ويقول لك القطاع هنا يبقى الشيل بكام؟ ببي. ممكن يا جماعه يروح جايب يديني كده، يديني حمل موزع قيمته دبليو وطالع المتر الطولي والمسافه دي ايه؟ يقول لي احسب الشيل هنا. ممكن بقى يروح جايب يديني شكل هلامي. تمام؟ ويقول لك ايه؟ احسب الشيل السلسل. طبعا في الحاله دي هتقدر تحلل الاتجاه الموازي والاتجاه العمودي. طبعا المومنت اللي كان بتاع الميد تيرم ده ما كانش محتاج تحليل، واحنا مأكدين على الموضوع ده من الميد تيرم الاولاني، صح؟ انما هنا لا، هنا مضطر تحلل الاتجاه الموازي والاتجاه العمودي عشان تجيب الشير. الشير ده في الاتجاه العمودي عليه. عمل طيب حاجه ثالثه بقى، بيقول لك ايه؟ احسب الكيو عند الماكسيمم شير فورس. وراح جاي مديك كاميرا كده يا باشمهندس. يعني ايه يا جماعه؟ مش انا عندي هنا كده شخصين رياكشنات، تقعد بقى ترسم الشير فورس دايجرام بتاعنا عشان نص المسافه دي شبه الدلتا وصلت لده بالنهايه والضغط، وهيجيب اكبر قيمه شير فورس بغض النظر عن الشرط، ويبقى ده يا جماعه قيمه مين؟ يعني شخصيا ممكن يتضايق في ثلاث طرق. بالمناسبه القطاع دي ايه المشكله اللي هو يديني ديفيجن وبلان، ويكون مديني مثلا القوه هنا كده يا جماعه 10 ومكانها هنا كده، هي مش دي بتعمل شيء فرص برضه كده هو. طب لو كان مديني القوه هنا كده واربعه ومكانها هنا كده، هي مش دي برضه بتعمل شيء فرص اتجاه اكس؟ يعني وارد يا جماعه تبقى المساله ديفيجن وبلان عادي جدا زي الشغل النورمال اساسا. معايا شخصيا؟ وارد تبقى المساله بيم او فريم او ايا كان، وارد ده يديها لي جيم. طيب نعم. طب بين الشيل هنا والقوه بتاعت الشيل والقوه بتاعت النورمال، هي فين يا باشمهندس؟ دي ولا دي؟ اللي فوق. النورمال دي قوه عموديه على القطاع، لازم تبقى كده مش نورمال. بس بالمناسبه 10 دي بتعمل ام اكس والاربعه دي بتعمل ام واي. يعني ممكن القوة يا باشمهندس تعمل لك نورمال ستريس وتعمل لك شيل ستريس في وقت واحد. وده ما ده اللي احنا قلنا هنتكلم عنه في شابتر 6 ان شاء الله. يعني ممكن يكون القطاع موجود وعليه نورمال ستريس وعليه شيل ستريس. عليه كوكتيل. معايا؟ واضح يا جماعة؟ تعالوا بقى نبدأ نشرح الموضوع ده على مثال ونشوف بنتعامل معاه ازاي. فريم بالشكل ده كده. هنا في قطاع واحد واحد، ويقول لي احسب لي الشيل ستريس عن سيكشن، احسبه ورسمه طبعا عن سيكشن واحد واحد للقطاع ده. واحد يقول لي يا لحظه ده ده لو انا قطعت ده مكان هنا يا جماعه الجزء ده كده لان شكل السيكشن بتاعي ايه؟ واخد دي سيكشن. طيب مبدئيا كده يا جماعه هنا من غير ما تحل ولا تتعب نفسك ولا تجيب رياكشنات ولا بتاع، طالما الموضوع يا جماعه لكانتيفر كده يبقى الشيل فورس كام؟ اثنين. يبقى اقول الحل وشمال مع الكيو يا جماعه مش هيفضل جبتها من على الرسم. طيب مبدئيا يا باشمهندسين كيو دي كيو واي ولا كيو اكس؟ كيو واي صح؟ يبقى اكتب القانون العام بتاعي كده ان الداتا بتساوي كيو واي في اس اكس على الاي اكس في البي. يبقى انا محتاج يا جماعه جبت الكيو محتاج الاي اكس. اي اكس. يبقى انا مش محتاج الا محور اكس. حتى لو محور واي مش معايا مش لازم اجيبه. تاني عشان الحته دي يا جماعه بتوفر معاك وقت طويل جدا في الامتحان. انا مثلا شغال كيو اس اكس على الاي اكس بي، يبقى انا محتاج محور اكس بس. طب شغال كيو اس واي على الاي واي بي، يبقى انا محتاج انا محور مين؟ واي بس. طيب هنا يا جماعه محور اكس معلوم بالنسبه لي؟ لا. فانا افرض ان هنا في اكس داش. واقسم الشكل بتاعي شكلين. ده واحد وده اثنين. هقعد احسب يا جماعه مين؟ الواي سي اللي هو ايه؟ واحد 120 في 60 في اريا واحد واي واحد 170 زائد اريا 2 اللي هي 20 في 60
في واي كبير اللي هي 30 على اريا 1 اللي هي 20 60 زائد اريا 2 اللي هي 20 60 بيطلع معايا في الاخر يا جماعه 50 سم يبقى على ارتفاع 50 سم مش 50 هلاقي محور اكس النهائي. طيب عايز اجيب اي اكس بقى. يبقى اي اكس يا جماعه بتاعي بيساوي كام؟ اي اكس 1 اللي هو 60 في 20 تكعيب على 12. 60 في 20 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 60 في 20. فالدلتا واي بعد سنتر ده على السنترويد دي كلها 70 ودي 50 يبقى المسافه دي 20. يبقى في 20 تكعيب. زائد اي اكس بتاع الشكل اللي تحت اللي هو 20 في 60 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 20 في 60 فالدلتا واي الواي بتاعها 30 والواي سي 50 يبقى الفرق بينهم 20 تكعيب. اقدر في الحاله دي يا جماعه اطلع قيمه مين؟ الاي اكس. حد معاه حسبه؟ 60 في 20 تكعيب ولا 20 في 60 تكعيب؟ لا مش عارف انا ايه يا جماعه هنا كده خلاص بقى اطلع في الحاله دي بتساوي كام؟ كيو اللي هي 2 في 1000 انا هقولها الكيلوغرام عامل مليون 360000 في اس اكس على بي. واحد يقول لي طب ما حسبتش بقى ليه باشمهندس الاس اكس والبي؟ محسوب. حسبها فين بالظبط؟ هو القطاع متغير صح؟ طيب القاعده بقى بتقول ايه يا جماعه؟ بنقف عند نقط محدده ونحسب لها الاس اكس والبي. بنقف مش عايز اقول عند نقط محدده ونحسب الاس اكس والبي. النقط دي يا جماعه بدايه ونهايه القطار عند السنترويد قبل وبعد التغير في عرض القطار. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ ادي القطار ده صح؟ يعني ايه بدايه ونهايه القطاع؟ مش القطاع ده يا جماعه ليه كيو؟ صح؟ بدايه ما اقابل القطاع ادي القطاع ده في النهايه يبقى عند البدايه وعند مين؟ وعند النهايه. عند السنترويد قبل وبعد التغير، يعني التغير يا جماعه انا عندي العرض تدمير قل باخد واحد يا دوبك قبل التغير واحد بعد يبقى القطار ده يا جماعه في البدايه والنهايه وقبل وبعد التغير وعند السنترويد. اصبح معايا كام قطاع؟ خمسه. نعمل جدول. هنا القطاع، هنا العرض، هنا الاس اكس، وهنا التالت. قطاع واحد، قطاع اثنين، قطاع ثلاثة، قطاع أربعة، قطاع خمسة. هو العرض يا جماعة عند واحد كان العرض كام؟ 60. طب عند اثنين العرض كام؟ 60. طب عند ثلاثة؟ 20. أربعة؟ 20. خمسة؟ يبقى 60. 60 بعدين 20. 20 20 بس الصعوبة دي لسه يكسب. بسأل نفسي سؤال، هو القطاع اللي أنا بحسب عنده فوق السنترويد ولا تحت السنترويد؟ يعني قطاع واحد يا جماعة فوق السنترويد ولا تحت السنترويد؟ بقطع وأجمع فوق. بجمع يا جماعة المساحة اللي فوق واحد ده في بعدها عن السنترويد. هو في مساحة فوق واحد؟ لا. يبقى دايما الـ 6 في البداية بكام؟ وبالتالي التاو دايما في البداية بكام؟ صفر. ارفع البتاع ده في البدايه الاس اكس بكام؟ طب قطاع اثنين هقطع واجمع المساحه اللي فوق في الوضع عن السنترويد. هي المساحه اللي فوق اثنين كام يا جماعه؟ مش 20 في 60؟
يبقى المساحه اللي فوق 20 في 60. في بعد سنتر المساحه دي عن السنترويد دي مش المسافه دي 10 ودي 10 يبقى المسافه دي كام؟ 20. يبقى 20 في 20 في 60 يبطل معايا يا جماعه الاس اكس 24000 مش عايز صوت. يبقى شمسين الكهف في الحاله دي بتساوي كام؟ 2 في 10 اس 3 على 100 او مليون 360000 في اس اكس اللي هي 24000 على البي اللي هي 60. عوضت بالقانون كامل يا جماعه. يبقى 24000 دي في 2000 على مليون 360000 في 60. تطلع معايا يا جماعه بوينت 5.88. طبعا الوحده يا جماعه كيلو جرام على سنتيمتر. طلعت قيمه مين يا جماعه؟ 7.2. طيب 3 بقى مش هقطع واجمع فوق؟ ايه اللي فوق 3 يا جماعه؟ مش هو هو اللي فوق 2؟ يعني ممكن نقول ان اس اكس 3 يساوي اس اكس 2 يساوي 24000. واحد يقول لي ما انت بتشتغل نفسك وعاملها ليه؟ عشان اعرض الثلاث. فبالتالي عم تيجي تعوض في القانون ان يبقى 2 في 10 اس 3 على مليون 360000 في 24000 على المره دي كام؟ 20. يبقى في 60 على 20 بيطلع معايا يا جماعه 1 بين 7 سنين. لاحظوا يا جماعه الاتجاهات ايه؟ زاد العرض قل الاتجاهات زاد. العلاقه عكسيه ما بين التاو وما بين مين؟ البي. معايا؟ كل ما البي بيقل التاو بتاعتي ايه؟ الحته دي مهمه جدا اقولهم ليه دلوقتي. اربعه بقى، واحد يقول لي خلاص طب انت قلت اللي فوق السنترويد بقطع بجمع فوق، واللي تحت السنترويد بقطع بجمع تحت. طب السنترويد جمع في داهيه بقى فوق تحت ايه صح؟ طيب لو انا جيت عند السنترويد قطعته وجمعت فوق يا جماعه ايه اللي فوق؟ مش اولا دي وبعدها السنترويد زي دي وبعدها السنترويد. طب اللي فوق دي وبعدها السنترويد دي ب 24000 زي الحته الصغيره دي يا جماعه دي 10 مش 20 10 في 20 وبعدها السنترويد ده كام؟ 5. يبقى انا عندي يا جماعه 10 في 20 في 5 تطلع معايا ب 1000 زائد 24000 ب 25000. كان ممكن واحد يقول لك لا يا باشمهندس انا هقطع واجمع من تحت. ايه اللي تحت؟ 50 في 20 في 25 اور 50 في 20 وبعدها عن السنترويد ده كام؟ 25. 50 في 20 في 25 في 25 يعني دي صح او دي ايه؟ صح. الحاله دي 2 في 10 اس 3 على مليون 360000 في 25000 على 20 يبقى معايا يا جماعه 1 و 8 3. واحد يقول لي مستر بما ان العرض كان ثابت ايه اللي خلاه يزيد؟ كل ما اقرب للسنترويد يا جماعه الاس اكس بتاعتي بتزيد، فبالتالي الايه؟ العلاقه طرديه التاو طردي مع مين؟ الاس اكس. كل ما الاس اكس بتزيد كل ما التاو بتاعتي ايه؟ بتزيد. طيب قطاع خمسه بقى يا جماعه هقطع واجمع تحت، في حاجه تحت مش نسيت؟ نعم يبقى دايما في البدايه والنهايه بكام؟ بنحسب الثانيه المساحه 20 ب 50 بالبعد بتاع السنتر عن المحور. بعد السنتر المساحه مش السنتر ده. مش المساحه انسى ده خالص. المساحه اللي انت جمعتها مين؟ 50 في 20. طيب يبقى شوف لها 50 ونصها كام؟ 25. معايا؟ واضح 50؟ مش مشكله يا جماعه؟ كده انا جبت القيم اقدر ارسم بقى. ادي القطاع بتاعه قلنا هناخد خط من البدايه ومن النهايه ومن عند قبل وبعد التغير ومن عند السنترويد. باجي على المسافه المناسبه بعمل خط. هو الشيل لسه يا جماعه في البدايه بكام؟ بعدين يا جماعه زاد بقى كام؟ بنص. من نقطه لنقطه ثانيه بزيد دايما برابله لبرابله. بقى 5 8 8
طيب ده عند النقطة قبلها كان بين 5 8 8 بعدها بقى كام؟ زاد ولا قل؟ بيزيد خط عند نفس النقطة يا جماعة بيزيد خط بقى 1.7 7 بعدين نرجع تاني النقطة اللي غيرها بقت 1.8 3 بيزيد برابر يعني مش هنسيب من النقطة النقطة تانية بيزيد برابر إنما قبل وبعد التغير دي بيزيد إيه؟ أو بيقل خط وارجع تاني لمين يا فلسطين بقى ده كده يا جماعة شكل إيه؟ شير ستريس ده مشكلة؟ واضح؟ ممكن الدكتور يجي وده في الغالب اللي هيحصل الشفوي او ممكن يجيبها في امتحان كان ام سي كيو يقول لك ايه ترسم لي او قول لي شكل الشير ستريس ريزولت كالكوليشن يعني يروح جاي من قطاع طب هو مش المفروض الكيو يستري هنا؟ نعم الكيو يستري ايه؟ كيو؟ لا مفيش اشاره اصلا بالشير يعني الشير انا بشتغل على قيمه بقول لك في الحاله اللي هي بيقول لك هات الكيو ماكسيمم دي انت بتاخد قيمه اكبر شير بغض النظر عن الشر معايا؟ خلاص يا جماعه قلت البعد عن السنترويد ولا عن السنترويد؟ عن السنترويد بعد المساحه عن السنترويد دايما عن السنترويد يعني المساحه ايه؟ بعدها عن السنترويد المساحه دي بعدها عن السنترويد المساحه دي بعدها عن السنترويد معايا؟ نعم محور برابر البي البي يا باشمهندس هنا كده كان كام؟ 60 وبعدين عند 2 ما زالت 60 عند 3 ما كانت 20 و24 و25 دي البي اللي هو العرض بتاع يعني مثلا لو كنت عند 4 حسبت الجزء اللي فوق اللي هو المساحه بتاع ال 60 اللي فوق هاخد البي بتاع الجزء اللي عند 4 بس 4 انت بتشتغل عند 4 يبقى تاخد بي بتاعت 4 مالكش دعوه بأي المساحات اللي فوق دول طيب معايا؟ بعدين هرجع تاني ازيد
بعدين ارجع لمين؟ طيب هنا ادي البدايه وادي النهايه وادي عند السنترويد وادي قبل بعض خالص. ممكن نبدا من تحت في البدايه هنا بصفر وبعدين تبدا تزيد. العرض كان كبير قل يبقى التو هتزيد وبعدين هترجع تزيد تاني وانت رايح للسنترويد وبعدين ترجع لمين؟ دي عكس دي مقلوبة معايا؟ طيب دي بقى يا جماعة في البداية بصفر وبعدين بدأ يزيد. طب العرض هنا يا جماعة كان صغير كبر بتساوي ايه؟ ال وبعدين دي تمام معايا في 50. طيب هنا بقى البدايه النهايه عند السنترويد قبل وبعد التغير قبل وبعد التغير قبل وبعد التغير هنا يا جماعه صفر بعدين بدات تزيد. طب القطاع هنا كان كبير صغر هتزيد وبعدين بدات تزيد تاني. طب القطاع هنا كان صغير كبر هتقل وبعدين بدات تزيد تاني وبعدين وهي في طريقها يا جماعه للصفر ايه اللي حصل؟ العرض هنا يا جماعه كان كبير ايه اللي حصل له؟ قل يبقى هتزيد يعني هي لو ما كانش في الحته دي كانت هتكمل توصل لمين؟ للصفر. بس حصل في دروب هنا نتيجه تغير الايه؟ تغير نعم لو عندها اقل عرض يعني هنا يا باشمهندس دي اكبر حاجه ليه؟ عشان عندها العرض كبير. انها مثلا هنا عشان عندها العرض قليل فبتدي تساوي ايه؟ معايا مش بسيط؟ الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده برضه ان في قطاعات خاصه معلومه شكل الشير ستريس. يعني احنا قلنا يا جماعه ان عدد قانون من التاو بيساوي كيو اس اكس على اكس بي صح؟ الكلام ده لاي قطاع في الدنيا بس في قطاعات محفوظه شكل الشير ستريس والقيم بتاعتها معلومه. المستطيل والمثلث والتاني. تعالوا نشوفهم كده يا جماعه. مستطيل بالشكل ده. تعالى تقول ايه؟ ان لو ده يا جماعه عليه شير فورس اتجاه واي. يبقى شكل الشير ستريس في البدايه بصفر وفي النهايه بصفر وفي النص الماكس. التاو ماكس من في النص بتساوي 3 كيو على 2 ايه. يعني يا جماعه الكلام ده لو شيل فورس اتجاه واي، طب لو شيل فورس اتجاه اكس شكل الشيل ستريس هيبقى عامل ازاي؟ يعني لو ده قطاع اهو والشيل فورس هنا كده في اتجاه اكس يبقى بمنتهى البساطه شكل الشيل ستريس هيبقى في البدايه بصفر وفي النهايه بصفر وفي النص 3 كيو على 2. يبقى دايما يا جماعه شكل الشيل ستريس موازي لاتجاه الشيل فورس. يعني الخط اللي انا برسم عليه الشيل ستريس بيكون موازي لاتجاه الشيل ايه؟ هنا كيو واي فعملت الخط ده واشتغلت عليه. هنا كيو اكس عملت الخط ده واشتغلت ايه؟ اشتغلت عليه. طب الدايره ادي اكس وادي واي وادي كيو واي. يبقى شكل الشيل ستريس يا جماعه حتى الدايره في البدايه بصفر وفي النهايه بصفر وفي النص الماكسيموم 4 كيو على 3 ايه؟ 4 كيو على ايه؟ على 3 ايه؟ معايا شو نسيت؟ طيب يبقى الشكل الاولاني مستطيل، الشكل الثاني الدايرة، نعم. انت قلت اقل عرض بعد ما الدايرة يا باشمهندس ما الدايرة يعني. الاس اكس هنا بتزيد والعرض بيزيد. معايا؟ فبالتالي يا باشمهندس احتمالية ان الماكسيموم موجودة او مش موجود دي حاجة ايه ترجع للحسابات. بلاقي اثبات في القانون او في الكتاب ان هي الماكسيموم بيحصل عند مين؟ عند النص. طب تعالى بقى تأكيدا من كلامك المثلث. الطبيعي الناس كلها عارفة ان المثلث السنترويد بتاعه فين؟ التلت والتلتين. يعني هنا كده. طيب شكل الشير ستريس عامل ازاي؟ في البداية بصفر وفي النهاية بصفر وفي النص الماكسيموم. النص 3 كيو على 2 اللي هو فين النص ده على الفاتش على 2 مش عند السنترويد. كل ما بتنزل العرض بيزيد تمام؟
انا عندي السنترويد اللي هو على ارتفاع اتش على 3 ده لو سنترويد خميته 4 كيو على 3 ايه مين الكبيره اكيد ال 3 كيو على 2 عارف مثلا فولس زي ما اقول لك كده بالشرط دايما ان الماكسيمم يحصل عند السنترويد هنا مش حصل عند السنترويد حصل على ارتفاع اتش على ايه على عايزين نشوف مثال يا جماعه تطبيق على الكلام ده
يا جماعه بقول لك لو الراجل ده قطعه دايره هيتحمل 10 طن، لو قطعه مستطيل هيتحمل 5 طن، لو قطعه مثلث هيتحمل 7 طن. اخد 5 ولا 7 ولا 10 اعمل ليه؟ 5 عشان يشتغل مع مين؟ مع الكل. واضح؟ طب مشكلة يا جماعه، بس هو عايز هنا البي نتيجه كل حاجه، يبقى البي نتيجه الحاله بكذا والبي نتيجه الحاله الثانيه بكذا والبي نتيجه الحاله الثالثه بايه؟ ما مشكله في النسيج. واضح يا جماعه؟ المفروض بناخد اللي يتحمل اكتر. بص يا ريس عشان افهمها لك اكتر، تمام؟ انت عندك الكرسي اللي انت قاعد عليه ده معايا في الصيف بيشيل واحد وزنه 80 كيلو، وفي الشتاء عامل الجو والحوارات دي كلها بتخليه يشيل واحد وزنه 70. انا كراجل عايز امن الكرسي ده صيف وشتاء، اكتب على ظهره بيشيل 70 ولا 80؟ 70. الامن ليا ايه؟ ان انا اشتغل على كل الاحوال اللي هو الاقل. طب ما اصل الاقل ده لو اشتغل في الصيف هيشتغل بره، لو اشتغل في الشتاء هيشتغل بره. فالاقل ده لو القطاع بتاعك مستطيل هيشتغل، لو دايره هيشتغل، لو ايه؟ مثلث هيشتغل. انما لو كبير مش ممكن ينهار في واحده منهم؟ انا عايز امن نفسي، فباخد الايه؟ دايما يا جماعه في الاحمال والحراره والحاجات دي كلها باخد الاقل، الحاجه اللي بتاثر باخد الاقل. الحاجه اللي بتشيل باخد الاكبر، يعني ايه؟ جه واحد قال لك يا باشمهندس انا متردد، تمام؟ وانا شغال في البيت بتاعي اعمل القعده بتاعتي متر في متر ولا 2 متر في 2 متر؟ انت تقول له ايه؟ 2 في 2 ليه؟ اامن نفسك. طب واحد يقول لك يا باشمهندس بص انا صممت البيت وعملت القعده بتاعته بقت متر في متر، بس هي المفروض في الاحوال الطبيعيه والاحمال العاديه بتاعتنا دي بتشيل 6 ادوار، بس لو انا عملت مدرسه هتشيل 5، تمام؟ يعني لو انا عامل مدرسه وزودت الحمل هتشيل 5. انت بقى هتشيلها 5 ولا تشيلها 6؟ انت ما تعرفش. وفي مدرسه فعلا الموضوع هتشيلها 5 ولا تشيلها 6؟ 5. يبقى دايما بروح للاحمال الايه؟ الاقل. طيب في المساحات والحاجات دي كلها اللي تشيلني بروح لايه؟ الحاجه الايه؟ الاجهاد بيساوي بي على الايه؟ انا دايما عايز اجهاد اقل، دايما عايز اوصل الاجهاد يكون قليل على المبنى. فالاجهاد علاقه عكسيه، علاقه عكسيه طرديه مع مين؟ مع البي. كل ما البي قل كل ما الاجهاد بيقل، يبقى انا محتاج البي قليل. وعلاقه طرديه مع الاريا او عكسيه سوري مع الاريا، يبقى كل ما الاريا زادت كل ما البي الاجهاد بتاعي بيقل. انا طول الوقت بدور على الاجهاد قليل. خلاص؟ فاهم مشكلة يا جماعه؟